صباح الخير وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مطبخ أسيا، والأسبوع ده هنخصصه للصناعات الغذائية أو صناعة الأجبان. عملنا تجارب كتير قبل الحلقات دي. أنا من الناس اللي بتحب تعمل أجبان في البيت. هنعمل جبن القريش، هنعمل جبنة ريكوتا، هنعمل موزاريلا، هنعمل حاجات كتير قوي خلال الأسبوع بما فيها اللبنة والشنكليش أو اللي هي كرات اللبنة في الزيت. النهاردة الحلقة هتبقى مخصصة للموزاريلا والعكاوي، على أساس إن هما جبنتين بيتعملوا نفس الطريقة، نفس المكونات ونفس كل حاجة. بما ان احنا في اول اسبوع واول حلقة، هنتكلم عن الحاجات اللي بتخلي الجبن تنجح. عامة الجبن بتحتاج، يعني دايما بنحتاج لبن كويس قوي، ويستحسن اللبن يكون من عند اللبان، لان هو اللي بيبقى فيه نسبة دسامة 100%. الالبان المصنعة دي على فكرة احنا جربنا قبل الحلقة بالبان مصنعة كانت منتهى المهزلة، يعني 90% منها يعني مية، لدرجة ان احنا يعني علمنا على شوية ماركات ان احنا ما نشتغلش بيهم خالص. لكن لبن اللبان بيبقى دسم وبيبقى حلو جدا. في حالة لو ما توفرش لبن اللبان، احنا ممكن نخلط اللبن البودرة مع اللبن المصنع، كده بنوصل لدرجة دسامة شوية عالية. لكن في نفس الوقت اعيد وازيد انه لبن اللبان هو اللي حلو في موضوع صناعة الالبان في البيت او الاجبان في البيت عامة. عندي هنا 300 او 3 لتر و750 ملي من اللبن بتاع اللبان او اللي بالكيلو، يعني 3 كيلو وكيلو الا ربع، 3 لتر او 3750 ملي من اللبن. هحتاج، لما بنكون بنتكلم على الاجبان بنحتاج حاجة يعني بتعمل تختير للبن. الحاجة دي بتبقى يعني 3 حاجات بيسووا بعض، يا إما الملح، يا إما الخل، يا إما ملح الليمون. لكن ملح الليمون والخل يعتبروا أقوى حاجة، وطعمهم لذيذ جدا، بيدوا حموضة حلوة للجبنة، فبتمشي قوي مع الأجبان. ملح الليمون بيتباع عند العطار، وساعات بنلقاه في المحلات الكبرى أو في الصيدلية تحت اسم السيتريك أسيد أو حمض الستريك. حمض الستريك هو ملح الليمون، حتى بيبقى مكتوب عليه تحت makes a great substitute for lemon salt أو for salt. بس لو موجود عند العطار بتجيبوه بالشكل ده، وبيبقى ناعم مش خشن. عندنا كمان المنفحة في بعض الجبن، يعني مثلا القريش احنا بنحاول نعملها بالخل او بالليمون او بالملح الليمون، لكن في بعض الجبن زي الموزاريلا والعكاوي بتحتاج المنفحة ضروري جدا. والمنفحة بتعتبر بكتيريا ضارة بيخرجوها من مصارين العجل عشان خاطر تتكاثر في الجبنة وتخليها تجمد وتمسك نفسها. المنفحة بتبقى يا اما سايلة، يا إما عبارة عن إقراص بالشكل ده أو برشام زي ما بيقولوا في مصر. فالإقراص والبرشام الاتنين مبدئيا في الدول التانية بيشتروهم في الصيدلية أو عند الناس بتوع صناعة الأجبان. في مصر لقيناهم عند اللبان، اللبان هو اللي بيبيع المنفحة، سواء السايلة أو الإقراص. دايما في الأجبان لما تحبوا تعملوا وصفة متقنة، سيبكم من موضوع حرارة الجسم والصباع ومش الصباع، لانه ساعات بنبقى احنا مستعجلين بطبعنا، فبنخلي الجبنة تسخن مننا زيادة او الحليب يسخن مننا زيادة، يا اما ما بنوصلوش للحرارة اللي احنا عايزينها. دايما ما فيهاش باس زي ما بيقولوا في المغرب، ما فيهاش باس لو معانا ترمومتر بالشكل ده للبيت، حتى ينفعنا للديك الرومي وحاجات كتير. والشاش، الشاش بتاع انا شخصيا جايباها من محل بتاع صناعة اجبان، لكن احنا ممكن نجيبه في الصيدلية عادي جدا. طيب قلنا مبدئيا قوم معالق معيارية، مصفى، وحاجة تحت المصفى عشان المصل، او مش عارفة في مصر بيسموه الشرش، هو مصل الحليب، الشرش ينزل في المصفى دي، لانه الشرش بنستخدمه في بعض الاجبان لما تتعمل بتتحفظ في الشرش، ومنها الموزاريلا لو اتحفظت من غير الشرش ده بتنشف. فعندي هنا زي ما قلت 3 لتر و750 ملي من اللبن. 3 لتر دول هسخنهم على، عايزة اوصل الحرارة لدرجة 32. 32 يعني اقل من درجة حرارة جسمي بخمس درجات، يعني احس كأن بحس يعني نفس الاحساس بتاع الجسم، يعني مش هدفيها قوي. وعندي هنا ملح الليمون، هحتاج ان انا ادوبه بالظبط في 120 ملي من المية المفلترة. لما بنشتغل مية مفلترة احسن من المية العادية او مية الحنفية، لانه بيبقى فيها نسبة معادن، ممكن يكون فيها شوايب، فالمية المفلترة حلوة جدا. او اغلوا مية وبردوها. فهحتاج تقريبا معلقة ونص صغيرين من دي، تعتبر ايه، معلقة
دي معلقة صغيرة ونص من ملح الليمون، هدوبهم كده، وهحتاج سباتشولا او خشب او واتيفر هقلبهم كده وازودهم للبن من الاول. وفي نفس الكوباية دي هحتاج 60 ملي تانيين من المية، وهحتاج معاهم تقريبا ربع معلقة صغيرة من المنفحة السائلة او نص قرص من المنفحة البرشام او الحبوب او الكومبريمي او القرص، معرفش اسمه ايه كل اللغات. فلما نحط الترمومتر في الحلة ما نروحش مثلا نحطه كده، لانه كده هيلقط حرارة كتير من الحديد، ولما نحطه في القاع هيجيب لنا حرارة البوتاجاز. لكن لما نحطه كده في النص، لا هو بعيد ولا جوه الحلة، النص هيوصلنا للحرارة بالظبط بتاعت اللبن. فعندي هنا الترمومتر لازم يوصلني لدرجة حرارة 32، يعني هو دلوقتي لما حطينا ايدينا في اللبن سائع، اوكي، بنحس بسعقية اللبن. لما نوصل درجة حرارة 32 هحس بنفس حرارة جسمي، يعني اقل 5 درجات شوية بس مش كتير. يعني هو مجرد ما بيدخل ملح الليمون او الخل او الليمون عامة اللبن بيبتدي يعمل تكتلات، ما بيبقاش صافي زي الاول، فالتكتلات دي طبيعية. اهو شفتوا المعلقة، ده معناه ان في مادة حامضة دخلت للبن، والمادة الحامضة دي بتعمل تكتلات، واحنا بنسميه اللبن بيقطع، فده عادي، ده احنا اللي عايزينه. فهستنى درجة الحرارة توصل ل 32. لاحظوا انه صناعة الاجبان في البيت من الحاجة الممتعة جدا، والموزاريلا بالخصوص. الموزاريلا جاية من فعل موتزاري، موتزاري بالايطالي يعني المط، انه الحاجة بتاخدها تمطها كده بين ايدك حاجات كتير، فعشان كده اسمها الموتزاريلا، من the verb موتزاري. السؤال الاطروحي بصراحة، نفسي اعرف الناس وصلت لموضوع المنفحة دي تتحط في اللبن ازاي. هل مثلا خدوا عجل وقع على غفلة في حلة لبن ولا ايه بالظبط؟ بس سبحان الله، يعني هي عامة بكتيريا حلوة نافعة مش ضارة، ليها بدائل مش حيوانية. يعني اعتقد انه في بديل نباتي اسمه البرايوبيوتيك او حاجة كده، اسم علمي يعني، بيتباع في الصيدلية هو كمان للناس اللي ما بتاكلش الحاجات الحيواني، او الناس اللي بيعملوا، او اللي هم الناس الصيامي بيعملوا ده، منفحة نباتية اسمها البرايوبيوتيك اي ثينك. لانه انا لما كنت بشتري المنفحه كنت لقيتها برضو، فقال لي عايزاها صيامي ولا عايزها فانا دلوقتي درجه الحراره بتوصل عندي 28، بتعلى كل شويه، يعني مش هيسخن ابدا ابدا، اوعوا تستنوا يغلى او حاجه، لا، يعني احنا بنحاول نعدي من حراره بارده، لانه اللبن بيكون في الثلاجه فبيكون سائع، وبنوصل لدرجه حراره 32. يعني اهو ابتديت احس بيه درجه حراره جسمي، مش بحس بالسقوعيه اهي. 30 داخل عليها دلوقتي. الترمومتر بيحل لنا المشاكل وما بيخليش اي داعي للشك، يعني لو في حاجه فشلت معانا ما نقعدش نقول اصل ممكن اللبن، اصل ممكن سخنته اكتر من اللزوم، لا كده لما تبوظ معاك الحاجه اعرفي اللبن هو اللي منه العيب. اهي 32، هروح جايبه دلوقتي المنفحه واخلطها لمده 50 ثانية. طبعا هتنزل الحرارة لانه في حاجة باردة دخلت للبن، لكن هسيبه دلوقتي واستنى عليه يوصل 42، درجة حرارة 42 يعني بداية الدفى، يعني دفى بسيط جدا، يعني فعلا لما اسمعه ادفي اللبن، دي حركة درجة حرارة 42. الجبنة او صناعة الجبنة من الحاجات الممتعة جدا في البيت، والفرحة أنا لما تعلمت الموزاريلا تعلمتها من واحدة صديقة إيطالية كانت معايا في سكن الطالبات، كان اسمها باربرا، بصراحة علمتني الموزاريلا على أصولها، فعدت أعملها كتير 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 لحد ما أتقنتها الحمد لله. فاحنا دلوقتي درجة حرارة 36، هنوصل 42، هيكون كل حاجة تمام. اللبن لو حركته دلوقتي هتحسوا اوريدي ان هو ابتدى يتخن، لانه دخلت المنفحه، فالمنفحه يعتبر عنصر ربط للالبان، ف
فكده انا خلاص ضمنه ان كل حاجه تمام. شفتوا ما بقاش الترمومتر بيتحرك بسهوله، بقى بيتحرك وبتحسوا ان في حاجه جامده بتزقكوا. درجة حرارة 38، 42، وخلاص هشيل. شفتوا بقى ابتدى يجبن ازاي؟ هشيل بقى الحاجات دي كلها واغطي اللبن واسيبه مدة 5 دقايق لـ10 دقايق يمسك نفسه، وهبتدي احضر له باقي الحاجات. عندي هنا المصفى، مصفى حلوة بتاعت اللبن. اهم حاجة حاجة الالبان او الجبن اللي احنا بنشتغل فيها لازم تكون حاجات متعقمة كويس، وتبقى حاجات مغسولة كويس ولحبذة لو حطيناها في، يعني لو حطيناها في حاجة مغلية او في مية مغلية، وبعدين ناخدها من غير ما نشطق مع من مسحها ولا اي حاجة، نعلقها مثلا هنا ولا نعلقها في اي حتة ونسيبها تنشف على مهلها عشان خاطر ده نوع من انواع التعقيم. بعد كده بنحط الشاش بالشكل ده، لانه بعد كده هضطر ان انا اصفي الجبنة من الشرش، وهطلع فاصل ومش هعمل اي حاجة خالص في الجبنة لحد ما ارجع من الفاصل ونعملها كلها مع بعض. وقلنا ان الحلقة مخصصة للموتزاريلا وللعكاوي، لانه العكاوي هي والموتزاريلا بنفس درجة التنفيح، نفس درجة التخمير وكل حاجة، لكن في التشكيل في الاخر بيبقى فيه اختلافين. هشوفكم بعد الفاصل ونكمل مع بعض حلقة الاجبان. والحمد لله ان تقريبا نعتبر اول مذيعة عربية تعمل موتزاريلا في التلفزيون. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. العشر دقايق اللي ريحنا فيهم الجبنة خلصوا. النهاردة احنا بنعمل الموتزاريلا اللي لسه فاتحين التلفزيون. هتشوفوا انه بقى عندنا قطعة من الجبنة حواليها الشرش او المصل بتاع الحليب. هنجيب سكينة او سباتولا او اي حاجة، وهنبتدي بس تأكدوا ان هي كويسة متعقمة تمام. هنبتدي بقى بالشكل ده نقطع الجبنة لمكعبات صغيرة. شفتوا مسكت نفسها ازاي بالشكل ده، لانه كده انا هحاول ان انا اخرج منها بروتين اللبن، وده اللي هيخليها تظبط معايا. طيب هبتدي دلوقتي هحتاج المقصوصة او المصفى، وهقرب مني بالشكل ده المصفى بالشاش اللي انا عملتهم، وهاخد بصوا بقى الجبنة بالشكل ده وانزلها في المصفى. وانتوا لو شايفين الريدي القوام بتاع الجبنة يعني ابتدى يبان، يعني ابتدت تبان ان هي هتبقى موزاريلا من تمام ومن العيار الرفيع. شفتوا بمعلقة ونص من حمض الليمون او من ملح الليمون سوري اللي هو السيتريك اسيد، وربع معلقة من المنفحة السايلة عرفنا نعمل يعني حبة موزاريلا حلوين. على فكرة دي من انواع الموزاريلا الاصلية اللي هي الغالية، مش الموزاريلا اللي بتبقى مبشورة اللي بتتباع في السوق. دي الكور بتاعت الموزاريلا اللي بتبقى يعني ممكن توصل لـ400 جنيه كورة الكيلو، يعني حاجة مفتخرة اللي بتستخدم في انواع البيتزا الراقية جدا في المطاعم الايطالي. ممكن تستخدم للازانيا، ممكن تستخدم لحاجات كتير. فشفتوا لو عملناها في البيت مش هتكلفنا على بعض يعني 40 جنيه ما بين المنفحة، وهتعمل لنا حلة قد كده يعني. وهطلع بقى كل الحاجات دي، وحتى الاجبان في البيت يعني تعتبر فرحتها من فرحة المعجنات. انا شخصيا بعتبر فرحة نجاح الاجبان في البيت من فرحة نجاح المعجنات. بس دايما كنت بشوف برامج الطبخ رجالة هم اللي بيعملوا الاجبان، قليل قوي لما الاقي واحدة ست خدت خطوة ان هي تعمل اجبان مصنعة زي الموزاريلا والعكاوي والحاجات دي. يعني احنا الستات تجاربنا في المطبخ بتبقى ليميتد شوية، فممكن ريكوتا قريش عشان سهلين، الجبن الفلاحي، لكن الحاجات اللي بتبقى فيها شغل كتير وفيها تكنيك شوية عالي بنخاف منها. انا بصراحة يعني بشكر صاحبتي دي، ما كانتش تعرف ان هيبقى عندي برنامج طبخ اكيد ولا انا، بس اهو حاجة نفعتني. طيب كده انا كل حاجة عندي ماشية تمام. هجيب ده هنا
المية اللي نزلت منها دي هي اللي هحفظها فيها، لانه دي هسخنها وهبتدي تاني ارجع للترمومتر. دلوقتي عايزة المية تغلي، تغلي بما معناه توصل لدرجة حرارة 85، بس مش تغلي قوي عشان اقدر ادخل ايدي فيها بالجوانتي، لانه لو غليتها اكتر من اللزوم مش هقدر اشتغل الموزاريلا واعمل فعل موتزاري اللي هو المط بتاع الموزاريلا عشان اخرج منها مصل اللبن. لكن لو سخنتها 85 اللي هو بداية الغليان، يعني تدخل صباعك كده او صباعك تدخليه في الحلة تحسي بالمية سخنة لكن ما تحسيش بالمية، يعني مش بتلسعك، يعني بتحسي بالسخونيه بس مستحمله كانك بتاخدي دش سخن قوي كده. هوصلها لدرجه حراره 85، ودايما يكون معايا جوانتي المطبخ عشان اقدر استحمل، لان الجوانتي شويه بيعزل الحراره شويه. يعني انا بحاول ان انا اوريكم الترمومتر تشوفوا ازاي هتوصل درجة الحرارة 85، بس زي ما قلت ما نوصلش ابدا الجناب بتاعت الحلة ولا نوصل الحلة من تحت، لانه كده بتخلينا نجيب حرارة غير الحرارة العادية. اهي الحرارة عمالة تعلى داخلة على 50، خلوكوا صبورين شوية، الموضوع ما بياخدش أكتر من 7 دقايق كلها، مش الحرارة طبعا، بس موضوع تصنيع الجبنة كله نفسه، يعني 10 دقايق تكوني عاملة أحلى ليلة موزاريلا في البيت. درجة الحرارة 55، وطبعا مش محتاجة اقول ان الجوانتي يعني الحاجة، كل ما كانت الجوانتي هيساعدني ان انا اشتغل كويس وهيخليني يعني اتحكم في المط بتاع الموزاريلا ده بطريقة حلوة جدا، لانه ده اللي هيساعدني اطلع منها مصل الحليب وبروتين الحليب، والمصل اللي هناك ده هو اللي هحفظ فيه لانه هيفضل بارد مش هيفضل سخن، لان الموزاريلا من الحاجات اللي مش لازم تنشف من المية او مش لازم تعمل قشرة خارجية عكس العكاوي. خلونا نتكلم على العكاوي. العكاوي لحد دلوقتي ماشية زي الموزاريلا، نفس التكنيك ونفس كل حاجة، لكن العكاوي الجبنة بتتوقف عند المرحلة دي، بنحطها في شاش وبنضغطها، يعني نحاول نخلي الشاش ياخد شكل مربع ونضغطها بتقل طول الليل في التلاجة عشان تنزل الفايض من اللبن لحد ما تبقى زي الصفايح كده، زي سبايك الذهب، ده بيبقى شكلها في الاخر هوريها لكم. لكن الموزاريلا هي اللي بترجع للمرحلة بتاعت 85 درجة دي عشان تبقى بتمط، عشان نخرج منها المصل على قد ما نقدر. فانا داخلة على 70 درجة الحرارة، قربنا خلاص، معلش استحملوني بس هتشكروني على الحلقة دي، لانه كده انتوا هتبقوا اساتذة موزاريلا. يا لهوي على البيتزا بعد كده واللازانيا، حدش يقف في طريقكوا ابدا. المكرونات بقى واشكال الالوان. طيب مبدئيا انا قربت اوصل على 85، فهخليها سنة بسيطة على ما اكون جهزت كل حاجة. طيب هقرب مني الليلة دي كلها وهطفي النار خلاص. عندي هنا الموزاريلا او الجبنه بعد ما اتصفت، قلنا لو هنشتغل العكاوي هناخد شاش وناخد قطعه من الجبنه دي ونحطها في الشاش ده بالشكل ده. خلوني البس الجوانتي عشان ابتدي اشتغل على راحتي. الجوانتي كمان نوع من انواع او مساهمات التعقيم في الجبنه، خصوصا لو كان نوع طبي، فبتكوني واثقه كويس قوي انه مفيش بكتيريا دخلت للجبنه، لانه الجبنه محتاجه بكتيريا نافعه، بس لو كانت ضاره او حاجه وصلت لها لا قدر الله بتبقى الجبنه بتبوظ بسرعه، ما مش بتتحفز ولا اي حاجه. طيب لو هنعمل عكاوي بناخد شويه من الجبنه دي اهي
ونحطها بالشكل ده ونعمل الشاش بهذا الشكل ونعصر كويس قوي من المية ونشكلها على شكل مربع او قرص او whatever ونحط عليها حاجة تقل طول الليل في التلاجة. التقل ده هو اللي بيديها الشكل او اللي بيخليها تمسك نفسها وتتجانس زي الصفيحة كده او زي السبيكة الذهب، وده بيبقى شكلها بعد ليلة كاملة في التلاجة. شفت انا كنت حطاها على شبكة، ده بيبقى شكلها في الاخر، هنقطعها في الاخر لما نفتح الشاش. دلوقتي بعد ما سخنا المية هناخد شوية من الجبنة دي، وشوفوا بقى هعمل ايه، بس خلوني ادخل الجوانتي كويس عشان اعرف اشتغل. هناخد الجبنة وننزلها هنا مدة 50 ثانية على اساس انها تسخن من جديد ويبقى سهل عليا اشتغلها، وهاخد كده وابتدي اقطعها كده واخرج منها مصل الحليب بالشكل ده، واعيد تاني العملية. بالشكل ده شفتوا ان انا حاسه بسخونيه المصل، لكن في نفس الوقت مش بيلسعني قوي، قادره اتحكم فيه. اكتر من كده مش هتقدروا، يعني شوفوا في دخان. وبعدين هبتدي اطلع تاني، شوفوا اهو كل ما بتدوب شويه كل ما بتدي تمسك في نفسها. في الاول كانت بتتقطع، دلوقتي مش هتبتدي تتقطع لانه المصل، شفتوا المصل الابيض ده بيخرج منها، فده كل بروتين الحليب، هيبقى سهل عليا بعد كده ان انا امطها بسهولة. هنعمل تاني، بتشتغلوا قطعة قطعة، ما تشتغلوش مرة واحدة. اهو وهي بتبتدوا تحسوا بيها، كل ما بتخرج المصل بتحسوا بيها بتدوب تاني من جديد. اهو بالشكل ده، يعني 6-7 مرات كده، ولما تحسوا انه المية بردت اغلوها تاني شوية او سخنوها شوية تاني، سيبها تاني 50 ثانية ونبتدي تاني نشتغل. وهي هتشوفوا انها ابتدت تمط معاكم وابتدت تتشكل بكل سهولة. في المرحلة دي بتاخدوها بقى وزي العجينة تقطعوها كده كور صغيرة، حسب، في الكور الصغيرة دي اللي بتبقى حلوة للبيتزا، في كورة واحدة كبيرة زي ما انتوا عايزين، وترجعوها تاني للحلة بالشكل ده وتاخدوها اهي، دي كورة موزاريلا جاهزة بالشكل ده. ودايما قلنا نحفظها، يعني خلوني اخد شوية من الشرش البارد ده عشان ما تعملش قشرة، احفظها بالشكل ده في الشرش ده. انا طبعا مجهزة كتير قبل الحلقة، عملنا برطمانات وسبناها من بالليل، عايزة اوريكم شكل الحاجة بيبقى عامل ازاي. خلوني اشيل ده من على النار، الموضوع سهل جدا، مش محتاج غير منفحة، محتاج حمض الليمون او ملح الليمون سوري، محتاج كمان ادوات حلوة زي ترمومتر محترم، شاش نظيف، مصفى حلوة، وحاجات كده يعني شوية صبر او 15 دقيقة من وقتكم كده والدنيا بتطلع مظبوطة وجميلة خالص. دي الموزاريلا بعد ما حفظتها في الشرش او في المصل بتاعها، عايزة اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. اهي عندي كورة هنا، هي طرية زي بتاعت بره بالظبط، خلوني حتى اقطعها تشوفوا شكلها عامل ازاي، بتدوب في الفرن بتبقى لذيذة جدا، طعمها عالمي. اهي ده الشكل النهائي بتاعها، شفتوا بتبقى عاملة ازاي، وتحطوها في البيتزا، في اللازانيا، في المكرونة، زي ما انتوا حابين، وطعمها روعة روعة بجد. وعندي هنا العكاوي، خلوني اشوف العكاوي كمان اخبارها ايه.
العكاوي اهي هشيل لها الشاش بتاعها. اهم حاجة تنزل كل المية، اهي بقت عبارة عن قطعة محترمة من الجبنة. ودي العكاوي غالية جدا في مصر، اعتقد 45 جنيه كيلو. فشوفوا بقى احنا من لترين لبن هنعمل ايه. الشاش ده عمركم ما تفرطوا فيه، اغسلوه وعقموه في مية سخنة بيطلع زي الفل. اهي العكاوي ده شكلها بتبقى اجمد شوية من الموزاريلا، لان الموزاريلا دخلت حرارة فبتمط، لكن العكاوي ده بيبقى شكلها في النهاية. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من درس الموتزاريلا والعكاوي النهاردة. الحلقات اللي جاية هنعمل حاجات كتير، انا بحاول ارضي كل المشاهدين، بحاول كمان ان انا اوفر في الحاجات اللي بنجيبها من بره وبتبقى غالية واللي ممكن نعملها. هنعمل كمان بدائل لحاجات، لانه مش كل الجبن ممكن نصنعها في البيت، لكن ممكن نتحايل على الواقع ونعمل بدائل ونغشش في الكميات والحاجات دي. بس في الاول وفي الاخر كلها بتوصل لنتائج مرضية جدا وتوفير في الميزانية، وكمان فرحة كده بالنفس واحتفال قدام العيلة ان احنا بنعمل ايه، بنعمل اجبان في البيت. زي ما دلوقتي الكرو كله مثبتاه ان انا عملت موزاريلا في البيت. شوف كل الحلقة الجاية وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا.